من المرجح أن يصوت مجلس الأمن اليوم الدولي على طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بدلا من وضعها الحالي كمراقب، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الجلسة قد تؤجل إلى يوم الجمعة لإفساح المجال أمام مزيد من المداولات، ويلزم لموافقة المجلس على أي قرار تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقد أو الفيتو. هذا وكان موقع إكسيوس الإخباري قد نقل عن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لثنيه عن المضي في طلب التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بالأمم المتحدة، فيما أفاد مسؤول إسرائيلي بأن الطلب الفلسطيني يحظى بدعم 8 أعضاء في مجلس الأمن من بينهم روسيا والصين والجزائر، وهو بحاجة إلى 9 أصوات أخرى لتمريره، فيما كانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قد أشارت بالأمس إلى أن واشنطن لا ترى أن منح فلسطين العضوية الكاملة سيساعد في الوصول إلى حل الدولتين.